شخصية جميلة دكتور جاسم عبيد السعابي، والذي أسعدنا من طفولتنا وما زال يسعدنا ويبث السعادة في قلوب الجميع بشخصية الدبدوب. منو ما يعرف شخصية الدبدوب؟ الآن ما راح نتكلم عن هالشخصية، لكن راح نتكلم عن قناة جميلة، قناة أهل الدار أو هل الدار. مرحبا اخوي علي، الله يطول عمرك. وانا سعيد صراحه من زمان، ما ادري كم سنه، ولكن اليوم سعدت ان اشوفك بعد هذا العمر. ومثل ما يقولون الدنيا قصيره والدنيا صغيره، والله ما اعرف الامثله، ولكن الحمد لله مهما بعدنا القلوب عند بعض. الله يسعدك ابو فهد. اول فهد قناه جميله الكل يسمع عنها، نبغى تفاصيل اكثر عن قناه هل الدار بصفتك انت صاحب هذه القناه. الله يطول عمرك، شو تقول عنها؟ شوف قناه اهل الدار، انا بعد ما خلصت وطلعت تقاعد فكرت اسوي شيء يفيد المجتمع، وخبرتي من خلال الأربعين سنه خلينا نقول كنت في تلفزيون ابو ظبي وشرطه ابو ظبي، قلنا اجمعها واطلع شيء يفيد المجتمع. قناه اهل الدار هي عباره، طبعا اول شيء الاسم، شوف الاسم حلو اهل الدار، ماخذ اتجاه ثقافي تعليمي توجيهي وديني، يعني الاشياء اللي تفيد. اكثر شيء مركز على الاطفال، انا تعرف كنت دوري تربيه الاطفال، وكنت في برامج الاطفال في تلفزيون ابو ظبي 10 سنوات كنت برامج الاطفال، والحمد لله اقدم حق الاطفال وحق الكبار ونقي المواضيع. سبب تسميه هل الدار؟ هذا اول شيء اسم محلي، وفي نفس الوقت اسم يعني اهل، نحن اهل، ما ابغيها تصير بعيد عن اهل، اهل الدار يعني. وانت جيت عندي، انت من اهل البيت، يعني انا جيت عندك انا من اهل البيت، فهذا المسمى اخذته من هذا الاتجاه او من هذا المعنى يعني. ابو فهد، نعم، اين شخصيه الدبدوب على الساحه الفنيه؟ هل ما زالت موجوده ولها نشاطها؟ موجود الشخصية ولكن نشاطها خف، ما أعرف، ما أدري السبب. هل من المدارس كانوا يطلبون المدارس؟ هل السبب؟ ما أعرف، للحين أنا ما أعرف، لكن الشخصية موجودة وطلعت في بعض المواقف وبعض الزيارات في المدارس، طلعت وشاركت الحمد لله فيها. وفهد، أنا سألت عن هذه الشخصية لأن هذه الشخصية في يوم من الأيام علمت، ثقفت، أدبت، كان عندها قيم تقدمها للطفل، وجودها اليوم ترى ضروري وجدا مهم. أتمنى أن أي واحد يطلبها وأنا مستعد. جميل، شكرا جزيلا الدكتور جاسم عبيد الزعابي، الله يطول عمرك، بيض الله وجهك. سعدت للأمانة بهذه المقابلة، لو أنها خاطفة وسريعة ولكن لها قيمتها للأمانة. شكرا أخوي علي، بارك الله فيك، أنت من الشخصيات المحبوبة لي أنا بالذات، وصلنا فترة ما تلقينا، لكن اليوم في مناسبة زيارة الشاعر راشد شرار، لما شفتك فرحت، كأني حسيت والله العظيم أن البارحة شايفنا. الله يطول عمرك ويبارك فيك. اي والله، وعلى عيني وراسي، وانت استاذنا ونهلنا منك وتعلمنا منك. الله يحفظك ان شاء الله، ونحن تلاميذك حقيقه. الله يطول عمرك، والنعم بالتلاميذ، تلاميذ ما شاء الله عليكم، ثبتوا في على الساحه يعني. وللامانه احنا لنا الشرف ان ننتمي لمدرسه هذا الرجل. الله يحفظك، والله متابعيني لا اجانب. الله يعطيك الصحه والعافيه. شكرا وفهد، بيض الله وجهك، والى الامام دائما ان شاء الله. شكرا جزيلا ان شاء الله. شكرا.